السيسي يؤكد لفؤاد معصوم دعم مصر لوحدة العراق وسيادتها. خمسة وأربعون قتيلا في مواجهات بين الجيش ومسلحين في بنجردان، وتونس تغلق حدودها مع ليبيا. أهلا بكم. وفي نشرتنا أيضا: مجلس النواب الليبي يفشل في الاجتماع، ومصادر تؤكد دعوة كوبلر للقاء بين أعضاء الحوار الخميس المقبل. نشرة الخامسة من النهار اليوم، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والأمان والاستقرار في العراق. وخلال استقباله الرئيس العراقي فؤاد معصوم، شدد السيسي على أهمية العمل على دفع وتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي. من جانبه أعرب الرئيس العراقي عن تطلع بلاده لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر، بما يتيح مزيدا من الفرص للاستفادة من الخبرات المصرية، ولا سيما في مجالي الصناعة والزراعة. هذا وأدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة الحلة في محافظة بابل العراقية، والذي راح ضحيته عشرات من القتلى والمصابين. وميدانيا دمرت طائرات التحالف الدولي جسرا من الموصل شمالي العراق يقع على نهر دجلة، ويحمل أهمية عسكرية ولوجستية لمسلحي تنظيم داعش، في خطوة تعد ضربة قوية للتنظيم حسب ما قال قائد عسكري كردي. ويذكر أن القوات العراقية تحاول منذ أشهر اقتحام الموصل مركز محافظة نينوى بهدف تحريرها من مسلحي داعش. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي على أهمية تهيئة الظروف الضرورية لاستئناف حركة الطائرات الروسية إلى مصر وعودة الوفود السياحية. وأوضح الكريملين أن الرئيسين بحثا المسائل الملحة للعلاقات الروسية المصرية، إذ أعربا عن الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات في شتى المجالات، لا سيما في مجالي الطاقة والتعاون العسكري التقني. كما أطلع بوتين السيسي على الجهود المبذولة بشأن تنفيذ بنود الهدنة في سوريا. مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل إلى مؤتمر صحفي للعميد ركن أحمد عسيري مستشار الوزير الدفاع السعودي. محددة، ونحن لم نعقد مؤتمر رؤساء الأركان. لماذا يعقد مؤتمر رؤساء الأركان؟ لأنه سوف يناقش المفهوم العملياتي لهذا التحالف وآلية العمل، وكيف سيتم التعامل مع التهديدات، وما هي المبادرات التي سوف تتقدم بها الدول الأعضاء، ثم يتم العمل عليها من خلال مركز تنسيق جهود التحالف الإسلامي. فبالتالي أعتقد أنه من السابق الأوان، والآن نتحدث عن حالات محددة، ونحن لم ننجز بعد المفهوم الذي سوف يتم الاتفاق عليه في مؤتمر رؤساء الأركان. فيما يخص إيران، السؤال غير واضح، لو توضح لي سؤالك بالضبط سوف أجيبك عليه. منطقة الخليج ونحن نرى أذنابها في المنطقة، التهديدات الإيرانية في لدول الخليج ونحن نرى أذنابها في المنطقة، مثل الحوثيين في الجنوب ووجود حزب الله في لبنان وغيرها، هذه تهديدات، هذه أمور تهدد دول الخليج. ما هي التحركات التي ممكن أن تقوم بها دول الخليج لمواجهة مثل هذه الأمور؟ أولا، الجميع يعلم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ما هو السلوك السياسي لإيران الآن في المنطقة. إيران هي أول من ابتدع آلية العمل من خلال الميليشيات، ميليشيات حزب الله تتبع لإيران، ميليشيات الحوثية في اليمن تتبع لإيران، الميليشيات في العراق تتبع لإيران، الميليشيات التي تقاتل الشعب السوري في سوريا تتبع لإيران. وبالتالي هذا هو نوع من التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الجوار. دول الخليج تعتبر إيران دولة جارة، والتعايش معها مطلب للجميع، لإيران ولدول الخليج، ولكن وفق قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذها دول الخليج، فدول الخليج سوف تتخذ جميع الإجراءات الكافية لحماية أمنها الوطني، سواء من إيران أو من غيرها من الدول.
تفضل. شكرا سعادة العميد. أنا عبد الله الهيضة من صحيفة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. بودي فقط أستوضح من سعادتكم عن الرسائل ودلالة الزمان والمكان. إذا رأيت المكان قطاع طريف، قطاع عرعر، رفحة، حفر الباطن، وكذلك الزمان. في هذه أريد الاستيضاح أكثر عن هل تمثل استعدادات لدول التحالف وخصوصا السعودية وتركيا اللتان أعلنتا استعداد لمكافحة داعش في سوريا، هل هذه تمثل الجزء الأكبر؟ السؤال الآخر إذا سمحت لي، تمرير رعد الشمال هل هو يمثل بداية توحيد العقائد العسكرية التي تقلل الاعتماد على التحالفات الدولية؟ وشكرا. أولا فيما يخص السؤال الأول هو الدلالات الزمان والمكان، طبعا لو عدت إلى مقدمة اللي ذكرتها على التمرين رعد الشمال، ذكرت لك أنه الآن الدول، عدد كبير من الدول التي تنفذ رعد الشمال اليوم هي دول منضمة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وبالتالي لدينا جزء من قواتنا تشارك في التحالف، والجزء الآخر كما يحدث في المملكة العربية السعودية الآن القطاع الشمالي من المملكة العربية السعودية غير مشارك في العمليات التي تتم في عمليات إعادة الأمل في اليمن، وبالتالي من الطبيعي أن نرفع جاهزية القوات وأن تتعود على العمل في هذا النوع من التمارين. لا يوجد رسالة محددة، ولكن الرسالة التي يجب أن تفهم أن الدول المنضمة للتدريب تسعى لرفع جاهزيتها القتالية، تسعى لرفع كفاءتها في العمل خلال بيئة أو داخل تحالف، طبعا لأنه كلما أصبح هناك توافق وترابط وتكامل بين هذه الدول كلما استطاعت أن تواجه التهديدات وهي موحدة. طبعا نفرح عندما نجد أنه 20 دولة تشارك في هذا التدريب وهذا التمرين لهدف واحد، وهو اكتساب الخبرة في العمل في هذا النوع من التحالفات. دعني أذكرك بنقطة، أنه عدد كبير من هذه الدول تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، ولا تزال تنفذ عمليات، وعلى رأس المملكة العربية السعودية، وأنت ذكرت تركيا، وبالتالي العمل في التحالفات الآن أصبح مطلب لأنه تعدد التهديدات واتساع رقعة التهديدات. اليوم تشاهد داعش تنفذ عمليات في سوريا، تنفذ عمليات على حدود المملكة العربية السعودية، تنفذ عمليات في المملكة، وتنفذ عمليات في جاكرتا في أقصى شرق آسيا. إذا اتساع رقعة التهديد تحتاج أن يكون لدينا توافق والعمل بنفس سعة الأفق كما تعمل المنظمات الإرهابية. أما فيما يخص الجانب الثاني من سؤالك، توحيد العقائد، هذه الدروس المستفادة التي نسعى لاكتسابها. نحن اليوم نعمل، لدينا قوات ذات تسليح شرقي، قوات ذات تسليح غربي، قوات ذات مدرسة أو عقيدة عسكرية شرقية. عندما نعمل مع بعض ويكون هناك مؤتمر تخطيط قادم إن شاء الله للتمرين رقم 2 أو 3، ستأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة التي تسجل اليوم من خلال هذا التمرين والاستفادة منها لتحسين هذا النوع من العمل. نأخذ هنا في الصف الأول. السلام عليكم، عوض القحطاني، جريدة الجزيرة. سعادة العميد، يشكل التحالف العسكري صبغة جديدة لإرساء السلام ومحاربة العنف، هل يمكن إدراجه كرافد جديد في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ككيان؟ ثم أيضا إضافة إلى سؤال زميلي، هل هذا التمرين رسائل موجهة لدول أو تنظيمات معينة؟ شكرا. لو سمحت عد لي الشق الأول من السؤال لو سمحت. الشق الأول بالنسبة، يشكل التحالف العسكري طبعا صبغة جديدة لإرساء السلام ومحاربة العنف والإرهاب، هل يمكن أن إدراجه ضمن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ككيان مساعد لهذه الدول أو لهذه المنظمات؟ إذا تسمح لي أخي عوض، دعني أوضح نقطة. هناك فرق بين المنظمات وبين التحالفات.
التحالفات عبارة عن تجمع، وفي الغالب يكون تحالف عسكري، تجمع عدد من الدول لإنجاز عمل معين، وفي الغالب عمل عسكري محدد ينتهي بنهاية هذه العمليات. تكامله مع الأمم المتحدة هذا شيء أساسي. في الغالب هذه النوع من التحالفات تسعى للحصول على شرعية لعملها العسكري من خلال مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، كما يحصل اليوم في العمليات إعادة الأمل في اليمن وفق القرار 2216، تعمل تحت مظلته دول من ضمن التحالف الدولي. طبعا هذه التحالفات إذا ما أصبحت شرعية وتحت مظلة الشرعية الدولية فهي تكمل عمل الأمم المتحدة، وهي الأداة التي من خلالها يستطيع مجلس الأمن أن ينفذ قراراته في هذا الصدد. ومتابعة أو مجابهة المنظمات الإرهابية والدول التي تتعرض إلى تهديدات كما حصل عندما احتلت العراق الكويت، اجتمع المجتمع الدولي واستطاع إعادة الشرعية وسيادة دولة الكويت، هذا هو عبارة عن تنفيذ لقرار أممي بأداء التحالفات. والتحالفات مطلب أساسي اليوم وهو ركيزة في العمل العسكري، ولذلك نحن نتدرب اليوم على هذا النوع من العمل في رعد الشمال. التمرين نعم، هل هو رسائل موجهة الإسلامية تعمل جنبا إلى جنب، واليوم لدينا 20 دولة إسلامية تنفذ هذا التمرين، هي أن هناك تصميم وعزم ورغبة في أن يكون الأمن والسلام هو السائد في المنطقة، وإذا لم يتحقق فسوف تحققه بجميع الوسائل ومن ضمنها الوسائل العسكرية. لا يمكن أن تختبر هذه الجاهزية أو ترفع هذه الكفاءة إلا من خلال التمارين، والتمارين جميع يعني. السلام عليكم، ترك الصغير من صحيفة مكة. أهلا وسهلا سعادة العميد. مناورة بهذا الحجم، مناورة رعد الشمال بهذا الحجم، بهذا العدد من الدول المشاركة، بهذه الجيوش، بالأفراد، بالآليات، هل هو استشعار من المملكة العربية السعودية كونها الدولة المستضيفة وكونها من تقود هذه المناورة بأن المنطقة، منطقة الشرق الأوسط مقبلة على الأسوأ، لذلك يجب الاستعداد لذلك السيناريو، أم أنه يعني لا يعكس مخاوف من انزلاق المنطقة في يعني ما يشبه حالة من الصراعات العسكرية خصوصا مع التدخل الروسي في سوريا؟ شكرا. وهل المنطقة الآن بخير؟ المنطقة ليست في مستقرة، المنطقة فيها من وسائل زعزعة الأمن والاستقرار وعناصر زعزعة الكثير. لدينا تنظيمات إرهابية، لدينا دول ذات سلوك عدائي، لدينا تدخلات أجنبية، لدينا تقاطع مصالح دولية في المنطقة، وبالتالي المنطقة وهي منذ فترة طويلة هي منطقة جاذبة للمصالح وجاذبة لتقاطعات المصالح وتضاربها في بعض الأوقات، وهذا ينتج عنه ما ترى اليوم من عدم الاستقرار. وبالتالي من حق الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أن تستعد لمثل هذه الحالات وأن تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات قبل أفضلها حتى تستطيع أن تواجه أي تهديدات. الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية لديها خبرة عريضة في مواجهة الإرهاب وفي محاربة التنظيمات الإرهابية، لدينا خبرة من خلال العملية التي خاضتها قوات الأمن في المملكة ضد القاعدة وهزيمة القاعدة، واليوم المملكة تتعرض لتهديدات إرهابية داخلية وخارجية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لدينا الاستعداد وأن نرفع درجة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحداتنا الأمنية والعسكرية حتى تستطيع مجابهة التهديدات. المنطقة ليست بخير، المنطقة الجميع يعلم أنها تعيش الآن مرحلة عدم استقرار وعدم اتزان، وبالتالي يجب أن على دول المنطقة في الأساس والدول المحبة للسلام أن تسعى لإعادة الأمن والاستقرار حتى لو عن طريق العمليات العسكرية. تفضل. شكرا سعادة العميد. ناصر حبتر، قناة السعودية. تفضل. على يعني بعض ما يذكر من تكهنات بأن هذا التمرين موجه لداعش تارة وإلى إيران تارة أخرى، ولأن المحور الرئيس في هذا التمرين أو المسمى الرئيسي لهذا التمرين رعد الشمال، رعد وردع، ما هي الرسالة المباشرة التي تريد أن توصلها المملكة العربية السعودية وحلفائها من خلال هذا التمرين وبشكل مباشر، ولمن؟ نكتفي مشاهدينا الكرام بهذا القدر من المؤتمر الصحفي الذي يعقده العميد ركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي. ومن جديد إلى سوريا، فبالتزامن مع الهدنة السورية دارت في ريف الحسكة معارك عنيفة خلصت مئات الأهالي من تنظيم داعش،
وكانت قرية الشداد أحدث القرى التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من سيطرة التنظيم بعد معارك استمرت لمدة 3 أيام. المزيد عن تحرير المدينة وفرحة الأهالي في سياق هذا التقرير. أطعمهم بعدما أمنوهم من خوف، هكذا رد أهالي مدينة الشداد السورية الجميلة لجنود قوات سوريا الديمقراطية الذين خلصوهم من المر الذي ذاقوه على يد داعش. شبابنا الكراء دخلوا والحمد لله وانبسطنا وارتاحينا وبكل احترام وبكل أداب عندهم. وداعش ولى عنا، ما أدري إذا داعش الله يولي عليه. والرجل والحمد لله رب العالمين. طولي بالك طولي بالك يا أختي طولي بالك، يعني نوع الفرح مو. فبعد ليال طوال عاد الأهالي لبيوتهم بعدما قاست نفوسهم الخوف والقتل على يد داعش. فالتنظيم استخدمهم كدروع بشرية في المواجهات العسكرية، قتلوا وذبحوا واغتصبوا حتى الأطفال لم تأخذهم بهم رحمة. يقولوا لي تركي زوجك وتعالي خذي واحد من الأخوة يضمن لك الدنيا والآخرة. والله اللباس الأسود لبسونا إياه غصب، وقاعد يحطون غرامات من شانه، يعني اللي ما تلبس بده يحطون غرام ذهب، واللي ما ولا ياخذون وليها يعني اخوها او ياخذون الهويه او ياخذون هالشغلات هاي من شان في سبيل ياخذون بدال المال. يعني الوحده تيجي تكون لابسه مثل هيجل ما يقبلون، لسه بده يلبسونا اكثر من هالشيء هذا لدرجه انه الوحده ما تشوف طريقها. وحتى يعود هؤلاء لبيوتهم خاضت قوات سوريا الديمقراطية الكردية معركة طويلة بدعم من طائرات التحالف الدولي، معركة ضمن حملة تحرير ريف الحسكة بالكامل من سيطرة داعش، نجحت فيها القوات من قطع طريقي الإمداد الرئيسيين للتنظيم واستعادة حقل النفطي، ضربة قوية للتنظيم أفقدته مركز دعم لوجستي مهم. لكن القصة لم تنتهي بعد، فالقوات الكردية عليها مهمة تطهير المدينة من الألغام والصواريخ والمتفجرات التي زرعها داعش. ليس هذا وحسب، بل أعلنت القوات عزمها اقتحام مدينة مركدة التي تبعد 10 كيلومترات عن الشداد، وهي النقطة الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور، إحدى معاقل التنظيم في سوريا. معارك تتوالى وسط هدنة تتواصل، استثني منها داعش علها تطهر سوريا من ذلك التنظيم الوحشي الذي يمارس جرائمه دون اعتبار للراية التي يرفعها. شيرين مجدي، النهار اليوم. وإلى تونس، حيث أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي إغلاق حدود بلاده مع ليبيا إثر اشتباكات دموية بين الجيش التونسي ومسلحين عبروا من ليبيا إلى مدينة بنجردان في محاولة لمهاجمة مقار أمنية وعسكرية. وارتفعت حصيلة هذه الاشتباكات إلى 45 قتيلا، بينهم عسكريون ومدنيون و28 مسلحا. وعقب الاشتباكات أعلنت السلطات التونسية فرض حظر تجوال في بنجردان. وللتعليق على هذا الخبر ينضم الينا هاتفيا الاستاذ وليد المجري، رئيس تحرير مجله اخر خبر التونسيه. سيد وليد، بعد التحيه، يعني ماذا بعد غلق الحدود التونسيه الليبيه في اعقاب هذا الحدث؟ بالتاكيد هو هذا الغلق جاء كاجراء احترازي واجراء وقائي من امكانيه تسرب عدد اخر من المقاتلين من الضفه الليبيه الى الضفه التونسيه، وكذلك من اجل حصر المجموعة المسلحة أو ما تبقى من المجموعة المسلحة في منطقة بنجردان الحدودية مع ليبيا، من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على العملية أو العملية العسكرية التي تفجرت منذ الصباح في ذلك المكان. ولكن ممكن القول بأن غلق الحدود ليس له أي معنى في هذا الوقت بالذات، لأن العملية نعم. ألو، نعم سيد وليد. سيد وليد تسمعني؟ ايوه نعم. يعني لماذا هذا التوقيت؟ يعني كانت هناك مجموعه من العمليات الارهابيه قد وقعت في تونس في الفتره الماضيه، اعقبتها فتره من الهدوء قبل ان يحدث هذا الاشتباك في الساعات الماضيه، فلماذا حدث ذلك من وجهه نظرك؟
يجب للإجابة عن هذا السؤال يجب في البداية فهم طبيعة ما حصل بالضبط في مدينة بنغردين، لأن ما حدث ليس مجرد عملية روتينية تحدث في كل مرة وفي كل مكان وفي كل زمان في تونس. هذه كانت بمثابة محاولة لوضع اليد على منطقة بأكملها في الجنوب التونسي، فيما مضى كانت مجرد عمليات لمحاولة تسلل بعض العناصر أو لاستهداف مناطق سياحية ولقتل بعض السياح إلى آخره، ولكن هذه المرة هنالك محاولة كاملة لوضع اليد، يعني داعش كانت تسعى لوضع يدها على منطقة الجنوب التونسي، وبالتالي ستكون نقطة البداية لرفع العلم ولإعلان إمارة هنالك في ذلك المكان القصي المعروف بأنه لديه حدود مشتركة مع ليبيا وكذلك قريب من الجزائر. وبالتالي أقول بأن هذه العملية لا يمكن أن تكون مجرد عملية انتقامية أو مجرد عملية لإنهاك الدولة إلى آخره، بل كان برنامج واضح، برنامج تم التخطيط له على مدى أشهر عديدة، تم إعداد العدة، لقد تم حجز كميات كبيرة من الأسلحة في مناطق مختلفة في بنغردين. ثم يجب القول بأن العملية لم تستهدف منطقة واحدة في بنغردين، بل 4 أو 5 مناطق في وقت متزامن، هجمات متزامنة على سكنة عسكرية وأخرى للحرس الوطني وأخرى المستشفى، يعني محاولة سرقة والاستيلاء على مجموعة من السيارات، حتى سيارات الشرطة وسيارات الحماية أي الدفاع المدني إلى آخره تم حجزها. يعني هنالك برنامج كامل، نحمد الله أن ذلك البرنامج تم إجهاضه في الوقت المناسب بفضل يقظة الجيش والشرطة إلى آخره. نعم سيد وليد المجري، رئيس تحرير مجلة آخر خبر التونسية، شكرا جزيلا لك. وفي ليبيا أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عدم انعقاد جلسة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث إن عدد النواب الذين حضروا لم يتجاوز 40 عضوا فقط، وهو عدد غير كاف لانعقاد جلسات مجلس النواب. هذا فيما قالت مصادر ببعثة الأمم المتحدة إن رئيس البعثة مارتن كوبلر دعا لجنة الحوار السياسي الليبي إلى الاجتماع في تونس الخميس المقبل، بينما يشهد المسار السياسي للأزمة الليبية تراجعا وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالغموض في تقريره إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تطالب الجهات المانحة كافة بالالتزام بالتعهدات تجاه الشعب الفلسطيني. وخلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة للقمة الإسلامية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، شدد شكري على أن مصر رغم مكافحتها الإرهاب في شمال سيناء حريصة على المساهمة في تخفيف حدة التدهور في غزة عن طريق فتح معبر رفح. وحذر وزير الخارجية من محاولات الاحتلال عزل مدينة القدس ثقافيا وماليا ومحاولة تغيير هويتها وطمس تراثها الثقافي والإنساني. أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الجامعة تسلمت اليوم مذكرة رسمية من مصر بترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وكان الأمين العام الحالي نبيل العربي قد أعلن أنه سيغادر الجامعة مع انتهاء ولايته في 30 يونيو المقبل، ولن يسعى إلى ولاية ثانية. وعن إجراءات اختيار الأمين العام كان للنهار اليوم هذا اللقاء مع بن حلي. الجلسة غير العادية الأولى راح تخصص لانتخاب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلف الدكتور نبيل العربي اللي اعتذر عنه يستمر في الدورة الثانية. وهناك مرشح مصري وهو الوحيد اللي وصل إلى الجامعة العربية، ثم تستأنف بعد ذلك بعد انتخاب الأمين العام تستأنف الدورة 145 برئاسة بحرين اللي راح تأخذ الرئاسة من دولة الإمارات للنظر في القضايا المعروضة. وبرلمانيا أوصت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد بحرمانه من حضور جلسات مجلس النواب حتى انتهاء دورة الانعقاد، وذلك باعتدائه بالحذاء على النائب السابق توفيق عكاشة بسبب استقبال عكاشة في منزله السفير الإسرائيلي. ومن المقرر أن تعرض هذه التوصية على المجلس في أقرب جلسة عامة. هذا فيما ينتهي المجلس اليوم من مناقشة مشروع لائحته الداخلية تمهيدا لإرسال اللائحة إلى مجلس الدولة لمراجعتها ضمانا لدستوريتها.
كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وقبل الختام تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. السيسي يؤكد لفؤاد معصوم دعم مصر لوحدة العراق وسيادته. خمسة وأربعون قتيلا في مواجهات بين الجيش ومسلحين في بنجردان، وتونس تغلق حدودها مع ليبيا. ومجلس النواب الليبي يفشل في الاجتماع، ومصادر تؤكد دعوة كوبلر للقاء بين أعضاء الحوار الخميس المقبل. نهاية نشرة الأخبار من تلفزيون النهار، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.